السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله النهاردة يا ولاد هنكمل مع بعض الوحدة السابعة، هناخد lessons 5 and 6، آخر درسين معانا في اليونت، درسين سهلين جدا جدا، إن شاء الله بإذن الله هنخلصهم على طول. يلا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. Let's start. أول كلمة معايا يا ولاد هي كلمة مخاطر ومعناها dangers. dangers dangers. شاشة screen screen screen. حاسة السمع hearing hearing. وبالمناسبة hear ده الفعل معناه يسمع، يبقى hearing السمع أو حاسة السمع. مخلص يعني faithful faithful. ال T وال H هنا انطقها ث، طبعا دي تعتبر adjective صفة. faithful faithful. مناظرة كلمة مهمة جدا debate debate debate. مناقشة debate. صحة يعني health health. طبعا دي يا ولاد تعتبر اسم، انما لو حطيت لها واي بقت healthy وبقى معناها صحي. healthy صحي، انما health صحة. order معناها يطلب يطلب. order order. وطبعا لو ضفت لها ايدي بقت ordered طلبة. وخلي بالكم برضو يا ولاد ان كلمة order ليها معنى تاني كاسم اللي هو طلب. عندي كلمة damage معناها يتلف او يدمر. damage damage. الجي هنا انطقوها ج ج damage. يرسل رسائل نصية معناها text text. ولو حطيت لها اي دي يبقى انا كده جبت الماضي منها. فكرة معناها thought thought. ال T وال H انطقها الث وال G وال H silent thought. مشاكل في البصر eye problems eye problems. طب مشاكل في الأذن ear problems ear problems. رأي يعني view view. reason سبب reason سبب. وجمعها reasons أسباب. عندي كلمة بإخلاص ليها معنيين يا ولاد. المعنى الأول هو faithfully faithfully بإخلاص، أو sincerely sincerely. مليار أو بليون اسمها billion billion. تحيات regards regards. أجهزة الإنسان الآلي robots robots. لقب surname surname surname. عجلة wheel wheel. ال H silent. أنواع المواصلات أو أشكال المواصلات forms of transport forms of transport. مهمة forms of transport. يتمنى أو أمنية wish wish. يعني تمشي كفعل وتمشي كاسم. موقع إلكتروني website website. عندي فعل bring يحضر، الماضي brought والتصريف الثالث brought. طيب عندي جدول الـ synonyms و الـ antonyms. كلمة positive إيجابي معناها hopeful أو practical أو good، وعكسها سلبي negative. formal رسمي معناها official وعكسها informal. loud عالي الصوت معناها noisy وعكسها low منخفض. طيب عندي جدول الـ prefix والـ suffix. الـ ing يا ولاد بتحول الفعل الاسم، يعني انت عندك hear يسمع، حطت لها ing بقت hearing السمع، حولتها الاسم. الـ ly بتحول الصفة لظرف، يعني انت عندك faithful اخدناها في الكلمات معناها مخلص، تعتبر صفة. لو حطت لها ly بقت faithfully بقى معناها بإخلاص، فأنا كده حولتها لظرف. وطبعا اتكلمنا قبل كده وقلنا الصفة بتوصف اسم، انما الظرف بيوصف فعل. look forward to يا ولاد معناها يتطلع الى، بيجي وراها يا اما فعل متضاف له ing يا اما يجي وراها اسم. for example she looks forward to hearing from you. ادي look forward to جي وراها فعل ing. وخلي بالكم هنا ما قلتش look، قلت looks لان she بتحب الاس. وممكن برضو يجي وراها اسم I am looking forward to the summer holiday، فجي وراها اهو the summer holiday اجازة الصيف، فجي وراها ايه اسم. change لما يجي وراها اسم وبعد كده for وبعد كده اسم يبقى معناها يستبدل حاجة بحاجة. اقول لك مثلا ايه I'd like to change the phone، يعني انا اود ان انا اغير الموبايل for a new one بموبايل جديد. يبقى لو عايز اقول يا ولاد يستبدل حاجة بحاجة يبقى change الاسم بتاع الحاجة دي for واسم الحاجة التانية. وهنا بيقول لي الكمباوند داونز دي الأسماء المركبة عبارة عن كلمتين يا ولاد، ممكن نكتبهم بشكل منفصل أو متصل. يعني مثلا أقول لك eye problems مشكلات العين، دي كلها كلمة على بعض كده اسمها كلمة مركبة. health problems مشكلات صحية. headache اللي هو الصداع. headphone اللي هي سماعة الرأس. ممكن يكونوا منفصلين عن بعض وممكن يكونوا جنب بعض أو متصلين ببعض.
تعالوا بقى نشوف الimportant expressions and prepositions. bring problems يعني يسبب مشاكل. bring problems مهمة. get enough sleep يحصل على قدر كافي من النوم. مهمة يا ولاد. get enough sleep يظل بصحة جيدة. stay healthy. stay healthy يعاني من مشاكل في البصر. have eye problems. have eye problems. الأطفال ذوي الأعمار من السادسة إلى التاسعة. children aged 6 to 9. children aged 6 to 9. give a headache يسبب صداع. get a headache يصاب بالصداع. مهمين قوي يا ولاد. يسبب صداع يعني ايه؟ ها give a headache. give a headache يسبب صداع، انما get a headache يصاب بالصداع. يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي. check social media مهمة. check social media يجعلها تبدو رائعة. make it look interesting. make it look interesting. الشاشات on screens، خلي بالكم حرف الجر on بيجي مع screen. on screens على الشاشات. door لي bed for. bed for door لي. مهمة قوي بقى دي يا ولاد. من وجهة نظري مهمة قوي. from my point of view. from my point of view من وجهة نظري. يذهب في أجازة go on holiday. go on holiday. write لوحدها معناها يكتب. طب write down يسجل ملاحظات أو يدون ملاحظات. write down. in my opinion في رأيي. in my opinion. through headphones من خلال سماعات الرأس. through headphones. يتلقى أخبار من hear from. hear from. هنا بقى يا ولاد بيتكلم لي على مخاطر التكنولوجيا. مخاطرها بقى من ناحية النوم، المشكلات اللي بتسببها في العين أو المشكلات اللي بتسببها في الأذن أو إن هي بتأثر على التمرينات بتاعتك. أول حاجة إيه علاقة التكنولوجيا أو أخطار التكنولوجيا بالنوم؟ فبيقول لي many people العديد من الناس تكست يعني بيرسلوا رسائل نصية. check social media يعني بيتصفحوا وسائل التواصل الاجتماعي زي اليوتيوب الفيسبوك الانستجرام الواتساب وهكذا. or watch videos أو بيتفرجوا على فيديوهات أونلاين عبر الانترنت. late into the night يعني لوقت متأخر في الليل. then بعد كده they don't get enough sleep وبالتالي النتيجة بقى ان هما مش بيحصلوا على كمية كافية من النوم. they don't get enough sleep. يبقى احنا كده خدنا اخطار التكنولوجيا من ناحية النوم. طيب من ناحية بقى مشكلات العين بيقولي if you spend a lot of time on screens يعني لو انت بتقضي a lot of time وقت طويل جدا on screens على الشاشات you can have eye problems ممكن يجي لك مشكلات في العين. have eye problems اللي بالكم من الفعل have eye problems and headaches وكمان صداع. طب الـ ear problems مشكلات الأذن بيقول لي listening to loud music الاستماع إلى موسيقى عالية or films أو أفلام through headphones عبر السماعات أو خلال السماعات بتاعة الأذن can damage ممكن يدمر أو يتلف your hearing حاسة السمع بتاعتك. طيب الاكسرسايز بيقولي many people العديد من الناس spend hours يعني بيقضوا ساعات playing video games بيلعبوا ألعاب الفيديو or watching TV أو في مشاهدة التلفزيون and don't spend enough time ولا يقضوا وقت كافي outside بالخارج doing exercise يعني في ممارسة التمرين. فطبعا طالما انت قاعد بتلعب فيديو جيم أو بتتفرج على تلفزيون أو ساعات كتيرة فخلاص انت بالسلامة ولا هتتمرن ولا هتعمل. فطبعا ده بيأثر على الاكسرسايز او التمرين بتاعك. طيب تعالوا كده نشوف الايميل المبعوث دون. I ordered a new mobile phone. انا طلبت موبايل جديد last week الاسبوع اللي فات. And the delivery والتوصيل was today كان النهاردة. When I opened the box عندما فتحت الصندوق وين هنا جاية بمعنى عندما. The screen was damaged يعني لقيت السكرين او الشاشة كانت متدمرة. I would like to change. I would like أنا أود to change إن أنا أغير the phone الموبايل ده for a new one بواحد جديد. فاكرين اللي خدناها من شوية change اسم الحاجة for اسم الحاجة يبدل حاجة بحاجة خلاص لسه واخدينها. That is not damaged بواحد بقى تاني ما يكونش متدمر أو ما يكونش تلفين. Can you tell me هل يمكن أن تخبرني how I can do this إزاي أعمل كده. Your faithfully المخلص لك لاما صبري.
تعالوا نشوف الإيميل التاني ده. I ordered a new game. أنا طلبت لعبة جديدة last week الأسبوع اللي فات on your website من على الموقع بتاعكو. The delivery was today. التوصيل كان النهاردة. When I opened the box ولما فتحت الصندوق I found that I ordered أنا وجدت إن أنا طلبت a game لعبة for children للأطفال aged 6 to 9 جبت لعبة للأطفال من عمر 6 ل 9 سنين by mistake بالخطأ مهم قوي يا ولاد by mistake بالخطأ أو عن طريق الخطأ It didn't say this on your website. انتوا ما قلتوش كده على الويب سايت بتاعكم او على الموقع بتاعكم. I was not happy. انا ما كنتش سعيد about this خصوص الموضوع ده. Because I want to play علشان انا كنت عايز العب the game اللعبة with my friends مع صحابي and we are all 13 or 14 واحنا كلنا اعمارنا من 13 ل 14 فاللعبة دي مش مناسبة معانا خالص I would like to change the game انا عايز اغير اللعبة for a new one بواحدة جديدة that is for the correct age تكون بقى مناسبة للعمر المناسب بتاعنا Can you tell me how I can do this؟ هل يمكن أن تخبرني كيف يمكنني أن أفعل هذا؟ I look forward to hearing from you يعني أنا مستني الرد بتاعكم Yours faithfully المخلص لكم هيثم شبانة The jacket I ordered online الجاكيت اللي أنا طلبته عبر الإنترنت arrived today وصل النهاردة but it is the wrong color كان لونه مختلف I ordered a blue jacket أنا طلبت جاكيت أزرق and this one is red واللي أنتوا جايبينه لونه أحمر I'm going to ask them how to change it يعني أنا هسألهم إزاي يقدروا إن هم يغيروه See you soon أراك قريبا Love Maya وآخر جزء reading معانا يا ولاد بيقول لي هنا debate about all computer games are bad for you كل ألعاب الكمبيوتر سيئة ليك حنان بتكلم لاما حنان بتقول لاما إيه Do you think هل تعتقدي that all computer games إن كل ألعاب الكمبيوتر are bad for you سيئة ليكي لاما يا لاما قالت لها From my point of view من وجهة نظري مهم قوي From my point of view من وجهة نظري Not all computer games are bad مش كل ألعاب الكمبيوتر سيئة Some of them بعض منهم can help you ممكن يساعدوكي to learn things ان انت تتعلمي أشياء ردت عليها حنان قالت لها I agree أنا موافقاكي If you don't play computer games لو أنت مش بتلعبي ألعاب الكمبيوتر all the time طوال الوقت it shouldn't be a problem دي مش هتكون مشكلة ردت عليها قالت لها It's not a good idea to play games late at night though يعني على الرغم من كده مش من الجيد خالص ما تعتبرش فكرة جيدة يعني أن أنت تلعبي ألعاب لوقت متأخر بالليل راحت حنان قالت لها I agree أنا موافقاكي In my opinion في رأيي playing games لعب الألعاب late at night لوقت متأخر بالليل stops you sleeping هيمنعك ان انت تنامي او هيمنعك من النوم راحت قايله لها yes it's a good idea هي فكرة جيدة only play quiet calm games in the evening ان احنا نلعب ألعاب هادية in the evening في وقت المساء على فكرة الاثنين دول نفس المعنى quiet and calm الاثنين معناهم هادي if you only play games لو انت بس بتلعبي ألعاب that teach you things بتعلمك حاجات in the evening في المساء it should be fine ده هيكون كويس بس كده بكده نكون خلصنا مع بعض آخر جزء معانا في الوحدة السابعة أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو أشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم